ثم نحتاج ثانيا إلى محاولات لم الشمل، إلى محاولات اجتماع كلمة على كل الأصعدة والميادين. تعالوا نتلاقى يا إخوتي، تعالوا نتدارس، تعالوا نتناصح، تعالوا نلتف حول كل حر يريد أن يأخذ بأيدينا إلى بر الأمان وشاطئ السلامة. تعالوا يا عباد الله نقرب في وجهات النظر، وخصوصا المحسوبين على الإسلام وأهله وعلى العمل الإسلامي وساحاته. ما بالكم، ما بالكم إلام الخلف بينكم إلام، وهذه الضجة الكبرى علامة، إلام الخلف بينكم إلام، وهذه الضجة الكبرى علامة، إلام يكيد بعضكم لبعض وتلقون العداوة والخصام، وهذا الكون في شذر إليكم يدور بعينه يبغي إماما. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، كفانا جماعات، كفانا طرق وتيارات، كفانا انقسامات، كفانا ولاء للمشيخات، إننا كلنا تحت قبة السماء الواحدة ونستهدف من عدو واحد. فإن لم يجتمع شملنا الآن فمتى؟ وإن لم توحدنا الآلام فمتى؟ إن لم تجمعنا الجراح فمتى؟ متى يا عباد الله متى؟ متى؟ كل يسقط الآخر، وكل يشكك في الآخر، وكل يريد أن يأخذ زبائن الآخر. إنها ليست سوق للمنافسة التجارية، إنها ساحة لجمع الأمة المحمدية قبل فوات الأوان. تعالوا تعالوا، فما أكثر القواسم المشتركة التي تجمع بيننا، ولو لم يكن منها إلا خندق المواجهة يكفينا، يكفينا يا عباد الله. جمعوا الطاقات، رصوا الصفوف، وحدوا الكلمة، تقاربوا، أحسنوا الظن ببعضكم، تمسكوا وتماسكوا، تصالحوا وتصافحوا. فإني والله، إني والله أخشى عليكم قبل منبلج الدجى طوفان نوح.